ماشي. المفروض هنيجي نشوف الداتا اللي معاك بتاعت الاساينمنت. تعالى هندوس اد داتا، وهندخل على الفايل اللي انت حاطه فيه عادي. هتلاقي هما 3 فايلز. يعني بصوا، هو دايما الفرق ما بين الارك كاتالوج وما بين ان انت تفتحه كده على الفايل براوزر العادي، بص تلاقي حاجات انت مش فاهم هو ايه ده اصلا، غير لو انت بقى فاهم الاكستنشنز بتاعت كل فايل بتاعت ايه. اما لو انت لسه تمام، لسه الدنيا مش معاك قوي، هتفتح على الارك كاتالوج هتلاقي الدنيا واضحه قوي. ايه اللي معاك؟ اللي معاك صوره جي باج واسمها جيزا راستر، فهي الراستر اللي المفروض انت جايبه من الخريطه من الماب تيرا انكوجنيتا او جوجل ايرث او وات ايفر، وشيب فايل اسمه جيزا برضو، وشيب او راستر تاني اسمه سويس. السويس مش بتاعت السؤال بتاعت النهارده، خلينا احنا بنتكلم فيه ان احنا عندنا الراستر بتاع الجيزا ده هنعمل له اد، وعندنا اد كمان للجيزا شيب فايل. تمام كده؟ طيب فتعال نغير الشكل بتاع ده بس يبقى هو حاجه واضحه شويه كده. فالماب، الماب واضحه، هي ار جي بي بيكتشر، ما فيهاش حاجه، مجرد الاسماء بتاعت الحاجات دي، شركه مش عارفه ايه. وانت معاك كام بقى محطه ستيشن او ستيشن اتعمل فيها سامبلنج او كده. هندخل فين بقى عشان نشوف الداتا اللي عندك؟ رايت كليك على الجيزه اللي هي الشيب فايل بتاعك ده، وتفتح الاتريبيوت تيبل. ايه بقى اللي معاك؟ اللي معاك مبدئيا الاف اي دي، اللي هو الفيلد الايه الديفولت اللي الجي اي اس بيعمله لاي داتا عندك، اي اتريبيوت تيبل. بعد كده بيقول لك شيب، واضح ان البوينتس دي كانت جايه لك مثلا من توتال ستيشن او من اوتوكاد او كده، فليها الانتيتي بتاعت ان هي بوينت او لاين او بوليجون، حاجه ما تهمناش خالص. بعد كده في نيم، وفي اكس وواي، وفي تو ريكوردز مالهمش الاكس والواي بتاعهم. تمام، في تو اكس وواي مالهمش الريكورد بتاعهم، وبي اتش. البي اتش كده احنا ابتدينا نشوف القياسات اللي معموله للووتر سامبلز. معاك بي اتش، معاك سلفيتس، البي اتش اللي هي البي اتش. تمام، السلفيتس اللي هو الكومباوند بتاع السلفيت موجود بنسبه قد ايه. التي دي اس اللي هو التوتال ديزولفد سبستنس، المواد اللي هي الذائبه. انتوا اصلا بتاخدوا ووتر كواليتي صح؟ تمام، يعني انتوا بتفهموا في الكلام ده اساسا اكتر مني. تمام ماشي. ايه؟ لا ان شاء الله تبقوا فاهمين ان شاء الله. تاني حاجه نيم واحد تاني، يعني هو النيم الاولاني ده كانت الدكتوره طلبت منكم ان هي عايزه اسماء الاماكن دي، يعني شبكه واحد، شبكه اتنين، شبكه تلاته، هو اترجمت للمكان اللي اتاخد منه الووتر سامبل. يعني المفروض انت عشان تاخد ووتر سامبل تنزل مكان بابليك وتاخد منه عينه ميه وتعمل عليها تست بتاعتك. فهي كانت التو ريكوردز دول برضو عايزه الاسماء بتاعتهم، او ان انت تضيف فيلد جديد وتحط اسماء المنطقه بيزد على الداتا اللي انت هتجيبها من تيرا انكوجنيتا او جوجل ايرث. اسم المكان ده ايه، او اسم الشارع، او اسم وات ايفر، المهم بتديها اسم انت جايبه من داتا عندك اللي هي داتا راستر داتا ليها علاقه بالماب نفسها. تمام طيب، وعندك المنجنيز والايرن الحديد، والكولم اللي هو ووتر كواليتي اندكس ده فاضي خالص، وبلو جرين. ماشي، البلو جرين ده بقى يعني ايه؟ هو بلو جرين الجا ده، انتوا عارفين ايه البلو جرين ده؟ تمام، يعني انا اصلا ما بشتغلش ووتر كواليتي خالص، بس انا طبعا اللي انا هقوله لكم النهارده انا اتاكدت فيه من دكتور هدى. تمام، بس البلو جرين ده المفروض ان هو بلو جرين الجا دي نسبه المفروض ما تبقاش مسموحه غير حاجه بسيطه جدا في الدرينكينج ووتر. وانت عارف الجا اللي هي الطحالب، البلانتس موجوده، فالمفروض ان نسبه البلو جرين المفروض تبقى حاجه قليله جدا، بس الارقام اللي موجوده في الفيلد هنا كبيره كبيره، فالواضح ان الدكتوره تقصد حاجه معينه تانية. بس هي عامه ايه، انا هحل من غيرها خالص وبعد كده هتشك منها ايه البلو جرين ده، وانتوا تدخلوه از فاريبل بعد كده بجد على الشرح اللي هقوله لكم يعني. ماشي طيب، فاحنا عايزين نحسب الووتر كواليتي اندكس. يعني واضحه كده، انت مبدئيا الحاجات اللي انت مثلا هتضيف عن نقطه ريكورد 6 وريكورد 7 ازاي تحط لهم الاكس والواي بتاعتهم؟ تحطها ازاي؟ اد سيرفيس انفورميشن. تمام صح، ممكن اد سيرفيس انفورميشن، بس هتعمل اد سيرفيس انفورميشن من الراستر وبعد كده تقوم. تمام ممكن، مفيش طريقه اسهل؟ ايدنتيفاي، ما هو ايدنتيفاي مش هتدخل في الاتريبيوت تيبل انت يعني. يعني قصدك هتروح مثلا هتسلكت الريكورد ده وبعد كده هتزوم تو وبعد كده تعمل ايدنتيفاي وتدوس عليها. بص الدس على جنبها بس. تمام اهي، وبعد كده انت عايز تاخد القرايه منين؟ هتاخد القرايه مثلا من جيزا راستر وتدوس ايدنتيفاي تاني. مفيش داتا اصلا على الراستر ده، الداتا بتاعت الراستر ده هي قيمه الار والجي والبي.
هي جيو ريفرنسد ماب، يعني هي جيو ريفرنسد ماب بمعنى ان هي الجي اي اس عارف هيحطها فين بالظبط. يعني ما هي في امبابه ما حطرحش حطها لك في امريكا، هو حطها لك فعلا في امبابه بدليل ان هي تطابقت بالظبط على الووتر سامبلز اللي انت خدتها. بس الراستر ده الفاليوز اللي عليه مش اليفيشن، هتجيب منين قيمه الاليفيشن؟ الراستر ده الداتا اللي عليه ريد جرين بلو، هو بيبقى في ثلاثه اندسيز كده للار والجي والبي بيزد عليها شكل الخريطه انها احمر في الميه وبني مش عارفه فين وكده يعني، تمام. فانا دلوقتي لا ما اعرفش املى الاكس والواي دول بالاد سيرفيس انفورميشن بالراستر اللي معايا. انت عايز بقى تروح انت تعمل انتربوليشن وتعمل راستر، وبعد كده تعمل من الراستر ده ايه اد سيرفيس انفورميشن، لفه طويله جدا مفيش حل تاني إيه؟ بالظبط بس كده. يعني انت دلوقتي اساسا معاك داتا ليها اكس وواي عادي خالص، هي اوريدي النقطه دي الجي اي اس عارف الاكس والواي بتوعها، مش عارفهم، بس القيمه دي اتمسحت من التيبل. يعني ايه معنى ان هو عارف الاكس والواي ولا لا؟ لو هو مش عارفهم ما كانش عارف يحطها قدامك في مكانها، فمعنى ان هو عارف يحطها في مكانها اذا الجي اي اس كداتا هو عارف الاكس والواي بتاعتهم، بس هو مش عارف ان الفيلد ده اساسا بتاع الاكس والواي، ده انت اللي عامل فيلد وحاطط فيه فاليوز الاكس والواي وباي اكسيدنت بقى، او هم نيو داتا مثلا ما كنتش انت حاططهم في الكولوم اساسا، فمش عارف الاكس والواي بتاعتهم فين. فهتعمل ايه؟ هتيجي تعمل مثلا او سي هم 20 نقطه ومتنطورين في الداتا بتاعتك، انا مش عارفه انه واحده المس دي يعني، فهتيجي تعمل ايه؟ هتسلكت مثلا باي اتريبيوت، انت عايز النقط اللي الاكس بتاعتها بتساوي صفر، اوكي ابلاي، هو لوحده راح اختارهم لك. فهتيجي بعد كده تقف على الاكس مثلا الفيلد بتاعها وتعمل كالكوليت جيومتري، هتلاقي ايه الاوبشنز عندك اكس وواي وزد. الاكس اهي اوكي هيملاها، تيجي على الواي كالكوليت جيومتري، هات الواي كوردينت اوكي بس كده فاتملي. فبالتالي الاكس والواي هنا مش معناها مكان النقطه بجد، هو مكان النقطه بجد هو عارفه وعارف هو هيحطها فين بالظبط، بس مكان النقطه كنقطه ان انت حطيتها بس عايز برضو اعلم الكولم بحيث ان فيجوالي لو فتحت التيبل اقدر اشوف كده انا في انهو 300000 متر ولا 200 ولا ايه، وابقى عارف اعمل حسابات على الاكس والواي مش اكتر. فبالتالي هي النقطه انا خدت الداتا من الجي اي اس وبس عملت لها ديسبلاي، تمام كده. طيب بعد كده بقى نرجع تاني للسؤال بتاعنا ان احنا عايزين نحكم على الووتر كواليتي اندكس او على الووتر كواليتي، وانت عندك الووتر كواليتي المفروض هي اكيد داخل فيها البي اتش سلفيتس التي دي اس المنجنيز الايرن والحاجات دي، بس ازاي بقى ادخلها؟ يعني ادخلها بيزد على ايه؟ فهي الدكتوره مدياكوا بي دي اف طويل كده في ازاي نحسب الووتر كواليتي اندكس، ده بيزد على الجايد لاينز بتاعت كندا ماشي. يعني انا اصلا قبل ما هي الدكتور هدى تحط بتاع ده لما دخلت انا كتبت ووتر كواليتي اندكس بتاع البي دي اف ده، بس هي ضافته لكم على الداتا بعد كده تمام. طيب هو بيقول لك ان الووتر كواليتي اندكس عباره عن ثلاثه تيرمز اف 1 واف 2 واف 3، وفي الاخر خالص هتيجي تقول ان الووتر كواليتي اندكس بيساوي 100 ناقص سكوير روت تحت بقى اف 1 سكوير اف 2 سكوير اف 3 سكوير على 1.732. فالمشكله كلها تكمن في اف 1 واف 2 واف 3. طيب فقال لك ايه الاف 1؟ تعالى كده نفترض احنا ممكن بس نوقف التسجيل. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل الفيلد الجديد اللي هناخد فيه وليكن احنا هنقول ان هو اسمه اف 1 مؤقتا يعني انا موافقه انه هيكون اف 1. هتيجي تختار هتعمل فيلد جديد وهتيجي تعمل فيلد كالكوليتر. عايز بقى اعمل كونديشنال، دور بقى في اي حته مفيش بقى كونديشنال مفيش، فاحنا هنضطر نكتب كود وانتوا مش عليكم الموضوع ده. يعني انا واثقه ان الدكتوره هدى مش عايزه تقول لكم الموضوع ده، بس هو هي دكتوره هدى شويه يعني ايه، يعني هي بتديكم المعلومه بعيدا عن التفاصيل هتعلمكم ايه فيها انتوا هتتعلموا، بس هتمتحنكم فيه لا، الكلام ده اساسا بيتاخد في جي اي اس 2 اللي هي بتتاخد في الدكتوراه والماستر بتاع انك تكتب كود ده، يعني هو مش عليكم تمام. طيب فاولا هتيجي تحول اللانجوج بتاعتك لبايثون مش فيجوال بيزك ماشي، وبعد كده هتدوس شو كود بلوك. احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ انت عندك الفيلد الجديد بتاعك اللي هو اف 1 ده، في مثلا هتكلم على البي اتش دلوقتي، انا هكتب ديفينيشن دي اي اف بس مش كاب دي اي اف، وهعرف فانكشن اسمها البي اتش اندكس. مثلا البي اتش دي هتبقى فانكشن في ايه؟ في حاجه واحده هسميها اكس مثلا. انا بسمي انا دلوقتي بكتب بخيالي، انا عايز احسب الفانكشن
بتاعت ال pH index، وهتبقى function في f x، و x دي اللي هي ايه؟ ال pH value اكيد، صح؟ بس ما عرفتوش انها pH value ولا حاجة. بعد كده هتعمل نقطتين انتر، الخط الجديد اللاين الجديد. بعد كده المفروض تعمل اندنت تاب، بس هو مفيش تاب، لو عملت تاب هينقلك على اللي بعديه، فهنعمل سبيس بس. طيب فهتقول ايه بقى؟ هتقول انه اف اكس بتاعتك دي اصغر من او يساوي 7، ونعمل parentheses انت بس نبعد كده، اكس اكبر من او يساوي 10، او بلاش يساوي، هي اكبر من 10 او اصغر من 7، و او هي 9 ونص في الشارع. عامه ما عندناش داتا يعني 9 ولا 7 ولا 10، دي غيروها زي ما انتم عايزين حسب الايه الريفرنس اللي انتم شغالين منه. بعد كده برده نقطتين، وهتقول ريتيرن لو الاكس اصغر من 7 او اكبر من 10، المفروض ده يبقى ايه؟ ساقط، صح؟ لا ريتيرن واحد، معلش خليها عشان انا، ريتيرن واحد تمام، لان انت عايز تعد الساقطين مش الناجحين، فمش لوجيك تخلي الساقط هو اللي بصفر، خليه بواحد عشان لما تجمع يتجمع لوحده، وما تضطرش تروح تضيف عليه واحد تاني وتفضل تمام. بعد كده اف كذا، انا قلت اف كذا، بعد اف دي لازم برضو تاب، يعني لازم ريتيرن دي يبقى فيها ايه سبيس كده. وبعد كده إلس بقى، يعني برضو تاب إلس، إلس دي يعني اي حاجه تانية، اي قيمه تانية هتلاقيها، لا ريتيرن بقى زيرو. دي كده الفانكشن بتاعتي ماشي، بس انا لسه ما قلتلوش ان دي اف واحد اللي انا عايزها او الكولوم. هتيجي بقى في البلوك اللي تحت ده، هتقول له انه ال بي اتش الكولوم بتاعنا احنا مسمينه اف واحد، اللي هو اف واحد ده بيساوي اسم الفانكشن بتاعنا اللي هو بي اتش اند ده في ايه بقى؟ مش اكس، انا هنا هعرفه الاكس بتاعت ايه، الاكس دي بتمثل بالنسبه لي البي اتش، فهدبل كليك على البي اتش كده، هو هيقوم كاتب لي بي اتش واكسكلاميشن ماركس، وهقفل البراكت واوكي، وان شاء الله ما يطلعش ايرور. طبعا هيطلع ايرور فيلد كالكليتر. هاخد بقى ده كده معلش عشان ايه انا اكتبه على ال، يقول لي ايه المشكله عشان ما نقعدش ال تاب. definition function index if كذا and كذا ممكن نو ايوه ايه بقى line 3 ريتيرن واحد ده invalid syntax. اه ريتيرن هو الغلطه كل ده، انا كاتبه ريتيرن مش ريتيرن. اوكي انا بكتب على نوت باد بلس بلس، ده كومبايلر بتكتبي عليه باللغات اللي انت عايزاها، وهو بيقول لك بقى يعني اولا بيرن عادي، ثانيا الفكره فيه ان هو ديباجر، بيقول لك لو في مشكله يعني، فانا عشان ده مش ديباجر اصلا تمام. انا ما بعرفش ممكن ده، ما انا عارفه يعني انا مش كده هو ده على ايه؟ اه الس ريتيرن زيرو لما يعني خلينا اه هي هتبقى كود، لا مفيش حل تاني. الراستر كالكوليشن في كونديشن جوه من غير ما تكتبي انت، يعني هو في كونديشنال في الراستر كالكوليشن اصلا من غير ما انت تكتبي، بس هو لفه طويله وهتاخد وقت طويل. انتوا اصلا بالنسبه لكم البلوك ده، يعني انت مثلا مش عارف البلوك ده ايه، انت لو دخلت على جوجل كتبت هاو تو يوز اف ستيتمنت في الفيلد كالكوليتر، بس هو مديك مثال على طول، هو نفس اللي انا عملته بالظبط،
انت هتاخده كده كوبي بيست، حطه غير بس الاكس بتاعك، يعني انت هتغير انه بدل دلوقتي هو بيديفاين فانكشن، فانكشن في حاجه اسمها اوبجكت 2 انت مش هتسميها اكس. طيب بيقول لك لو القيمه دي بتساوي صفر ريتيرن ان، يعني املا لي الجدول بان، او لو مش بتساوي صفر لا املا لي بواي. وبعد كده الفانكشن دي هو استخدمها، قال لك بقى الفيلد الجديد اللي انا حطيته ده هو الفانكشن دي بس ان تيرمز اوف، او فانكشن في واحده من الحاجات اللي عندك بدل الاكس، خدها واختارها بس. تمام. طيب فنرجع تاني، انا دلوقتي ما انا والله انا اصلا بسجل ايه كنت اشتغل عندي. اه لا استني شوف عشان اه انتوا ده من على جوجل على فكره، انتوا ان انتوا طيب بصوا انا هسمرايز عشان التسجيل بس الحته دي. احنا دلوقتي عملنا اف واحد، اف واحد دي احنا قلنا ان احنا مش عايزينها اف واحد، احنا عايزينها بي اتش اندكس، يعني احنا عايزين رقم، الرقم ده لو البي اتش ناجحه يقول لي صفر خلاص مش هعده، لو البي اتش ساقطه هحط واحد. فدخلت عرفت فانكشن اسمها سما، اسمها اي حاجه فانكشن اوف اكس، فقلت ديفاين سما فانكشن اوف اكس. الاكس دي بيقول لك لو الاكس اصغر من 7 او اكتر من 10 قول لي بواحد، غير كده حط زيرو. تمام. وبعد كده جيت قلت له بقى الفيلد اللي انا شغاله عليه اللي هو الاف واحد ده بيساوي سما بس فانكشن اوف ايه بقى؟ اوف بي اتش. ورحت اخترت الفاريبل بتاع البي اتش من الفيلدز اللي موجوده عندي وعملت اوكي، هو لوحده حسب، هي واحده بس اللي ساقطه بي اتش. تمام. بس ما اسموش اف 1 بقى، انا عايزه اغير اسمه، مفيش رينيم في الجي اي اس، فانت هتضيف فيلد وتسميه بي اتش اندكس وهيبقى دبل مثلا، طبعا مش محتاجه تبقى دبل خالص يعني. تمام. وهخليه هو بس انا عايزه ده كافي عشان ما نقعدش ايه ونشيل بقى البايثون دي نرجعه فيجوال بيزك ونشيل الكود بلوك، احنا بنتكلم دلوقتي حاجات عاديه خالص. هاخده هو الاف واحد وهمسح الاف واحد ده خالص لان مش ده الاف واحد بتاعي. طيب كده حسبنا البي اتش اندكس، عايزه اعمل الكلام ده لكل فاريبل عندي. لاحظوا ان في ناس بتقول انه لو عملته اكسل اسهل، انت اصلا لو عملته بعينك اسهل دلوقتي، بس تخيل بقى ما هو تخيل بقى لو اديتك مثلا 1000 عينه من اريات مختلفه هتعمل ايه؟ ولا حاجه، كونك بتكتب البلوك ده وتاخده كوبي بيست كده ولا حاجه فعلا. يعني انتوا دلوقتي عشان بتتعلموه وشايفين هم 5 خانات، طب ما نعدهم احنا بايدنا وكده والله والحياه سهله، هتلاقي الدنيا بسيطه. لكن الحقيقه الجاي اس بيخليك يعني تعدي رحلات في ثانيه. تمام. طيب فهنيجي نعمل فيلد جديد هنسميه ايه بقى؟ السلفيت مثلا، سلفيت اندكس، وهنخليه برضو ايه دبل 12 و2، هما مش محتاجين يبقوا 12 و2 خالص، هو بيقول لي الاسم ده مش هينفع فهو هيغيره لوحده، غيره عادي مفيش مشكله. هتيجي فيلد كالكوليتر هتقول ايه؟ هنرجعه بايثون وهنخليه شو كود بلوك، احنا هنكتب الاندكس بنكتب فيه بلوك بنكتب فيه كودنج صح؟ فهرجعه بايثون، هو اساسا فيجوال بيزك باي ديفولت، الفي بي سكريبت اللي فوق دي هو فيجوال بيزك باي ديفولت، وانت ما بتبرمجش عليه حاجه، انت بتاخد كده كليك وبتاع وبلس وناقص وخلاص. لما تيجي تعمل كونديشننج بس خليه بايثون وادخل جوه السكريبت كود واعمل بقى انا عملت كوبي بيست تاني او ما عملتش حاجه، الفانكشن دي بس هغير اسمها، يعني بدل ما هي بي اتش ممكن اسميها، ممكن اخليها سما فعلا عادي يعني اهي. هو دلوقتي ملوش دعوه خالص اصلا بالحاجات اللي جوه الجدول بتاعك، انت هنا بتديفاين فانكشن في الخيال بتقول له في فانكشن اسمها سما والفانكشن دي فانكشن في رقم اسمه اكس. طيب السلفيت بقى المفروض الليمت بتاعته ايه؟ انا 100، فلما الاكس تبقى مفيش بقى 2 مفيش اصغر واكبر، هي لما الاكس تكون اكبر من 100 هنمسح ده ريتيرن 1 غير كده ريتيرن 0، وهتيجي تقول له ان السلفيت اندكس بيساوي سما فانكشن في ايه بقى؟ في قيمه السلفيت. واقفل البرنتسيز اوكي. اه يعني هو اللي فوق دي انت عرفتي فانكشن ملوش دعوه، جيتي بقى تحت قلتي له الجدول بقى بتاعي ده الفيلد ده املاهولي بالفانكشن دي بس ان ترمز اوف اكس، اكس دي اللي هي كانت بي اتش سلفيت اي خانه بقى من خانات الجدول اللي انت عايزه بالظبط. انت في الاول قلتي له ناقف اوف اكس، بعد كده بقى قلتي له خد الاكس بتاعتي بالبي اتش او بالسلفيت او بوات ايفر.
تمام؟ فعملنا كده سلفيت اندكس وعملنا بي اتش اندكس وخلاص. وهتعمل انت الكلام ده 5 مرات، يعني بي اتش سلفيت وتي دي اس وهكذا، ماشي كده؟ دلوقتي انت كأن عندنا 5 كولمز، السلفيت اندكس بي اتش وتي دي اس وكده، وانتوا اعملوهم بقى. فانا هضيف فيلد جديد في الاخر وهسميه اف 1. اف 1 ده هو اللي انا عماله اصلا ايه، عماله ادور عليه كل ده، وهخليه دبل و12 2. وهتقول ان الاف 1 ده فيلد كالكيتور بقى من اللي هو العادي خالص بتاعنا. هنعمل ايه؟ اولا هنشيل الكود بلوك، وهو عباره عن كل بقى الفيلدز اللي انت حطيتها، اللي هي السلفيت اندكس زائد البي اتش اندكس، وانت طبعا المفروض يبقى عندك كمان 5 على عددهم. عددهم ده اللي هو ايه، سلفيت واندكس وبي اتش، يبقى بالنسبه لك 5، بالنسبه لي انا هم 2 عشان شغال على 2 بس. اوكي، حسب لي الاف 1 كده. ده اول ترم في الووتر كواليتي اندكس كده ايه معانا. ما انا اهو هو ده اللي انا جاي اعمله. احنا دلوقتي عملنا البي اتش وعملنا السلفيت، خلينا نعمل تي دي اس. فانا هسمي واحد اسمه تي دي اس اندكس، وهيبقى دبل 12 2. اوكي، انت بقى ايه، ادي مفيش سيلكشن خالص. دلوقتي تي دي اس الليمت بتاعه كام قدامكم؟ 500. فانا هسلكت باي اتريبيوت ان التي دي اس، نمسح بس اللي موجود، ان التي دي اس اكبر من 500. انا مش عايزاه يبقى اكتر من 500. اختار واحدة، صح؟ الواحدة دي هتيجي على تي دي اس اندكس، هتختار فيلد كالكليتر وتخليها بواحد. هو مش هيعمل أي حاجة بواحد غيرها هي بس. بس. شفت سهلة ازاي؟ فهي جميلة فعلا. أنا والله يعني لا انا اللي هتضايق لما انا اسمع نفسي بقى وبنهزر كده في الريكورد، لا انا اللي هتضايق. ماشي، فاحنا دلوقتي كده حسبنا الاف 1. احنا بالنسبه لنا اف 1 هو هو اف 2، لان كل فاريبل اتقاس مره واحده بتست واحد. فهنعمل فيلد جديد وهنقول هنسميه اف 2، وهنخليه هو هو بالظبط اف 1. ففيلد كالكوليتر ونمسح كل الكلام ده، وهو بيساوي اف 1. نختار ايه، اف 1 من ال وخلاص. طيب اف 3 بقى، اف 3 ده في هما اف 3 ده بيتحسب فانكشن في حاجه اسمها ان اس اي. يعني شايفين الفانكشن رقم 6 دي، ايكويشن 6، بيقول لك ان اف 3 بتساوي نورمالايزد سم اوف اكسكرشن على 0.01 ان اس اي زي 0.01. لو حسبنا الان اس اي هنعرف نحسب اف 3. تمام، نرجع نشوف بقى ايه هي الان اس اي اصلا. الان اس اي دي هو الافرج بتاع الاكسكرشن. نرجع بقى فوق اكتر نعرف ايه هي الاكسكرشن اساسا. تمام، طيب بص، احنا في اول اف 1، اف 1 خالص دي قالت لك الى اي مدى المكان ده ساقط او ناجح، لانه في فاريبلز كتير ساقطه او فاريبلز كتير ناجحه، فبيديك الاكستنت بتاع الووتر كواليتي لاي مدى هي ناجحه. تاني ليميت بتاع الاف 2 ده بيقيس الفريكوينسي، يعني المعدل بتاع سقوط التست كتير ولا قليل. لانه لما انت تشتغل على التست الواحد غير ما تشتغل على الفاريبل ككل، على الفاريبل ككل هو بيقول لك الدنيا حلوه الاكستنت بتاعها. التانيه دي او السكوب بتاع كل الووتر كواليتي الى اي حد كده الدنيا تمام. الثانيه دي الفريكوينسي، ان لو الفريكوينسي بتاعت البارامتر الواحد عاليه ان هو بيسقط، معنى كده ان هو الووتر كواليتي قليله. فالاف 2 هتلاقي هو بيقول لك الميجر فريكوينسي، اما اف 1 بيميجر السكوب. اف 3 بقى بيميجر انت سقطت قد ايه، يعني هل لما تي دي اس تبقى 600 بدل 500 هي هي زي ما تبقى 900؟ لا، اف 1 واف 2 ما بصناش اساسا للقيم اكبر من 500 و1000 2600 مش فارقه معايا. الاكسكرشنز بقى هي الفرق ده، الفرق ده كبير ولا قليل، بس هي مش طرح، مش ده انا قصدي، انا بتكلم على الكونسبت ان هو الاكسكرشن بيقول لك انا بعيد عن الحقيقه بقد ايه. فبيقول لك انك تحسب الاكسكرشن بتاعت اي تيست. لو التيست ده مثلا البي اتش، البي اتش المفروض ان هي دونت اكسيد الكام؟ ال10. تمام؟ فزي التست بتاعك قايل لك 15،
هتحسب الاكسكرشن ازاي؟ في معادلتين، واحده لما الفاليو must not exceed objective او ان الفاليو تفول below objective. يعني انت عندك نوعين من الستاندرد، اما رقم لازم ابقى تحته او رقم لازم معديهوش، صح؟ او ما البي اتش مقسومه بقى للاثنين، الارقام القليله بتتحسب واحده والارقام العاليه بتتحسب واحده، تمام؟ بس خلينا بلاش البي اتش دلوقتي، خلينا نتكلم على السلفيت. السلفيت الليمت بتاعها 100، فالمفروض ان هي must not exceed the objective، ما تعديش ال 100. فهتستخدم المعادله رقم 3 اللي هي بتساوي ايه؟ الفيلد تيست. الفيلد تيست بتاعتك بكام؟ ب 600 على الاوبجكتيف، يعني الكبير على الصغير. الهدف دايما ان الرقم ده ما يديناش ماينس، الكبير على الصغير، فخدت الفيلد على الاوبجكتيف ناقص 1، يبقى 600 على 500 ناقص 1 هو ده الاكسكرشن بتاع التي دي اس في الحته دي او السلفيت. انا ما اعرفش كنت بتكلم على ايه فيه، تمام؟ طيب سي بقى احنا بنتكلم على مثلا الاف اي الحديد. الحديد الليمت بتاعه 0.2، بس هل المفروض يبقى اعلى من 0.2؟ لا، المفروض يبقى اقل من 0.2، يعني must fall below الرقم ده، لازم يبقى تحته. يعني قال هو واحده اللي exceed the objective ان هو must not exceed the objective، ما هي هي. طب احنا ايه البي اتش بقى؟ المثال بقى هو الوحيد هو على البي اتش. في بقى واحده اللي هو ان هو يفول below الرقم اللي هو السبعه. سبعة ده لو انت ستة فكده في مشكلة، لو دخلت في المعادلة اللي فوق هتكتب ستة على سبعة هيطلع 0.9، بس 0.9 ناقص واحد هتديك رقم بالماينس. لا، قال لك لا، خد بقى الليمت اللي تحتيه الاوبجيكتيف على الفيلد. الاوبجيكتيف بتاعك اللي هو السبعة على انت جايب كام؟ جايب ستة، جايب خمسة، حطها ناقص واحد، يبقى ده كده الاكسكرشن. فكل ريكورد ليه اكسكرشن ايه؟ بي اتش ليه اكسكرشن سلفيد تي دي اس خمسة برضه، تمام؟ لو الرقم اساسا ناجح فهو الاكسكرشن بتاعه صفر. طيب انا حسبت كل الاكسكرشنز بتاعت الجدول دي ما فيهاش مشكله، انت هتعمل ايه؟ هتدخل تعمل اكسكرشن بي اتش اكسكرشن مش عارفه ايه وتحسب سته، او يعني لو هي ساقطه هتعمل بقى سيلكت اتريبيوت زي ما هو قال هنعملها، بس انا بقول لكم انتوا الكولم دي ما فيهاش حاجه صعبه. حسبنا كل الاكسكرشن لكل ريكوردز بتاعت كل حاجه، فبيقول لك الان اس اي بقى هو النورماليز sum of excursions اللي هو الافريج بتاع الاكسكرشن، يعني الشبكه واحد دي نجحت كده او الاكسكرشنز بتاعتها كام؟ ارقام كبيره كده كلها ولا كلها في صفار كتير؟ فبيقول لك تجمع كل الاكسكرشنز اللي عندك على عدد التست، سواء التست دي الاكسكرشن بتاعتها بصفر او برقم، يعني مش عدد التست اللي سقطت، لا كل التست. يعني لو عندك 2 اكسكرشنز بس مثلا تي دي اس و بي اتش والخمسه الباقيين وليكن هم سبعه والخمسه الباقيين ناجحين، يبقى انت هتجمع رقم زائد رقم على سبعة مش على اتنين، فاهمين كده؟ طيب كده جبنا ال NSE، فال F3 هو دايركت ريليشن بقى ما بين ال NSE نورماليز سام اوف اكسكرشن، بدأت حسبت ال F3، تمام؟ طيب نعمل ايه بقى؟ هنعمل المهم ان انا لما حليت المسألة دي حليتها في الاكسكرشن بالاسلوب ده وبس، في الثانية كان الاندكس بقى كنت مصممة اعملها باللوب ولا وكذا مرة يعني ومصممة فعلا، سبحان الله، شكرا جدا والله ريحتني كتير. طيب فاحنا هنيجي نعمل بقى فيلد جديد، وليكن هنبدا بس بالبي اتش الاكسكرشن بتاع البي اتش. طيب هتيجي بقى تعمل ايه؟ هتسلكت اتريبيوت. انت عايز تسلكت ايه؟ هتسلكت ان البي اتش اقل، عشان القانون هيختلف، يعني القانون بتاعك هيختلف. هتسلكت بس مش هتعمل جدول، ايه؟ مش هتعمل في تو فيلدز، هو فيلد واحد بس هتعمل مره سلكشن لما البي اتش اصغر من السبعه. اوكي؟ هي واحده، تمام. هتيجي تحسب لها الاكسكرشن ازاي بقى؟ الفيلد كالكليتر، ان انت هتاخد اللي هي سبعه فهتحط السبعه على البي اتش. فين البي اتش؟ اهي. ناقص واحد، اوكي. ايه؟ لا، هو انا اخترت، يعني انا دلوقتي احنا عملنا ايه؟ فيلد جديد اسمه اكسكرشن بي اتش، تمام؟ وبعد كده عملنا سيلكت باي اتريبيوتس لما الاكس تبقى اصغر من سبعه، وحطينا قيمته بتاعته بناء على الرقم السبعه على الرقم ناقص رقم. ايوه، ما احنا هنعمل سيلكت تاني دلوقتي بقى لما الاكس تبقى اكتر من 10، فهعمل كلير سيلكشن.
طيب اكملها عشان ريكوردنج، اكملها. انا هعمل هو الفيلد هو هو تاني، ما انا هعمل سيلكت بقى اتريبيوت تاني. لما البي اتش بقى بتاعتك دي لا ما تبقاش اصغر من 7، تبقى اكبر من 10 وابلاي، مفيش اصلا. لو في هو يختار لك، خلينا نعملها اكبر من 7 تاني، يعني وليكن ان قيمه 7 بس هي الاكسبتبل، يعني هيختار لك اتنين قيمتهم اكتر من 7 غير القيمه اللي كانت اقل من 6. القيمه اللي اقل من 6 اوريدي اتحسب لها اكسكيوشن خلاص تحت ال 0.17. انا عملت سيلكشن جديد بالقيم العاليه، هتدخلي برضو على الفيلد كالكوليتر وتقومي قايله بقى مش 7 على البي اتش، لا بي اتش الجديده اللي هي الكبيره على 7 في نفس الفيلد بالظبط. فهو اكسكيوشن بس هو عشان ساعات بيبقى اقل من 7، الارقام الاقل من 7 ليها حسبه والارقام الاكبر من 10 ليها حسبه ثانيه، فهتحسبي تعملي سيلكشن سيت مرتين. تمام؟ انت كان عندك سؤال. الاوبجيكتيف اللي هو الليمت بتاعنا البرميسبل فاليو المنجنيز مثلا 0.12 البي اتش كده. تمام؟ اه مفيش، ما هو مفيش، انا عشان كده غيرت في الريكوردنج خليت ان الليمت بتاعنا هو 7، اقل من 7 غلط واكتر من 7 غلط عشان اعملها، عشان تبقوا فاهمين برضه انا بعمل ايه. باشمهندسين عشان في الريكوردنج انا مخليه الليمت بتاع البرميسبل بتاع البي اتش بس 7، يعني هو لو اكتر من 7 غلط لو اقل من 7 غلط عشان اعمل سيلكشن مرتين. تمام؟ بس هو المفروض من 7 ل 9 تقريبا برميسبل، هو اقل من 7 اكبر من 10، بس احنا ما عندناش في الداتا حاجه اكبر من 10 اصلا. تمام؟ اعملها اقل من 7 وبعد كده لما تعمل اكبر من 10 مش هيطلع لك حاجه خالص، فيبقى خلاص مش هعمل حاجه. اه يعني انت تعملها اكبر من اقل من 7 واكبر من 10 ما تديلكش حاجه برضه وتهلها المفروض يعني. طيب فهنحسب بقى الاكسكيوشن والاكسكيوشن بتاع كل واحده، وبعد كده تحسب لان اس اي، يعني تعالى نعمل الاكسكيوشن بتاع واحده كمان. كليك سيلكشن واد فيل الاكسكيوشن بتاع مثلا السلفيت. السلفيت المفروض ان هو كام؟ السلفيت المفروض ان هو 100، فهتيجي تعمل سيلكشن سيت واتريبيوت، يعني سيلكت واتريبيوت ان السلفيت بتاعك اصغر او اكبر قصدي من 100، لان هو المفروض ما يبقاش اكبر من 100، فانا عايز اختار اللي اكبر من 100 ابلاي. هيختار لك مثلا الثلاثه اللي تحت دول، هتيجي تحسب الاكسكيرشن. انا دلوقتي الرقم بتاعي 100 والارقام دي اكبر، فانا عايز الكبير على الصغير يبقى الرقم على 100، فهتيجي تقول ان الرقم بتاعك اللي هو السلفيت على 100 هو على 100 في حاجه؟ على 100 بس ناقص 1 صح؟ ناقص 1 يبقى ده كده الايه؟ الاكسكيرشن بتاع السلفيت. تمام؟ وتكمل بقى انت الخمس اكسكيرشنز بتوعك. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى مش في الاساينمنت، الخطوه اللي بعد كده في الاكسكيرشنز انك تحسب النورمالايزد سام اوف اكسكيرشنز اللي هو الافريج بتاعها. فهتيجي تقول ايه؟ هتعمل جدول جديد، قصدي فيلد جديد، وهتسميه ال ان اس اي اللي هو النورمالايزد سام اوف اكسكيرشنز، وهتخليه برضه دبل طيب وكلير سيلكشن عشان ما يحسبلكش لان اس اي للحاجات اللي انت مختارها بس، لان انت كنت لسه عمال تعمل سيلكت ودي سيلكت وسيلكت ودي سيلكت، فاعمل كلير سيلكشن. الان اس اي المفروض ان هو مجموع الاكسكيرشنز كلها، احنا عندنا الاكسكيرشنز كلها محسوبه سواء بصفر او برقم، فانت مش هتتدخل في اي حاجه، انت هتدخل بس تقول له فيلد كالكوليتر كل الاكسكيرشنز بتاعتك، يعني تشوف بقى الفيلد بتاعتك اللي انت حطيتها، انا حطيت 2 بس، على عدد كل الفاريبلز او عدد كل الاكسكيرشنز اللي هم كام؟ ما هم انت عندك 5 فاريبلز يبقى 5 اكسكيرشن، فعلى 5 اللي هم عندنا. انت شغال انت زيي؟ طيب انت حر يعني اللي هو عندنا دلوقتي عشان انا اشتغلت على 2 بس انا كنت شغاله 3 هناك، فانا طبعا كده انا بعمل ارقام اي كلام، انا بس بقول اكزامبل يعني. فعلى 2 او خلينا بلاش على 2 ماشي اوكي. هتحسب ال ان اس اي ده خلاص في فيلد، ال ان اس اي بعديه هتحسب بقى فانكشن ثانيه اسمها اف 3، دي فانكشن في ان اس اي ما فيهاش حاجه، ان اس اي على 0.01 في ان اس اي زائد 0.01 عادي، ده فيلد كالكوليتر ما فيهوش مشكله خالص. وبعد كده تحسب الوتر كواليتي اندكس برضه فيلد كالكوليتر ما فيهاش حاجه خالص.
الاول خلينا نكمل اللي احنا كنا بنقوله عشان تكمله سؤاله وبعد كده هجاوب عليكي. احنا دلوقتي حسبنا ال ان اس اي، خلينا نضيف فيلد جديد كانه ال اف 3 تمام، وانا مش هحسبه بقى، انا مش هقعد احسب، بس وليكن هو مثلا بيساوي ال ان اس اي ده او على ماشي 0.01 في ال ان اس اي برضو زائد ال ان اس اي، كل ده كده مقفول. وتاخدوا بالكم الاقواس، يعني هو ال ان اس اي على 0.01 في ان اس اي زائد ال 0.01 تاني، مش ان اس اي 0.01 صح؟ انتوا مش بتساعدوني خالص. 0.01 اه ماشي اوكي، بقى في حاجة غلط في البراكتس. في ملتيبليكيشن كده ماشي، ادي قوس وبعد كده قوس لل 0.01 وبعد كده قوس، المفروض في قوس ناقص كمان اهو. فكده اسمعوني بقى، كده انا حسبت اف 1 واف 2 واف 3 تمام. طبعا الارقام دي غلط، احنا شغالين كده يعني اي حاجه. هتيجي تعمل فيلد الاخير بقى، لا الارقام اللي انا بعملها اللي انتوا بتعملوها لو انتوا شغالين على الخمسه فاريبلز صح وماشي معايا يبقى صح تمام. بعد كده هتعمل اد فيلد بقى اللي هو ايه، الووتر كواليتي اندكس 12 و2. هتيجي تحسبه ازاي؟ فيلد كالكوليتر، انت عندك ادي اف 1 سكوير، سكوير اللي هي كاب 2 ماشي، وهتزود عليها اف 2، ما هو كل واحده سكوير وبعد كده تحت الجذر سكوير زائد اف 3 سكوير. طيب ماشي، وبعد كده الكلام ده كله تحت الروت يعني باور هاف، وبعد كده كل ده على 1.732 اوكي. فالووتر كواليتي اندكس بقى طلع لي طبعا ايه 0.378 حاجات كده غريبه، عشان انا اصلا بقى المفروض ان هي ارقام تطلع لك 90 80 70 60، كل ما تقرب من 100 كل ما يبقى الووتر كواليتي بتاعتك احسن تمام. طيب هتيجي تعمل انت ايه بقى؟ ممكن جابت السؤال بتاعت ايه احسن مكان في الامبابه مثلا، نشوف اعلى رقم يعني لو عملت سورت او جيت، بصوا سورت اسندنج او سورت ديسندنج، ديسندنج هيجيب لك اعلى واحده خلاص يبقى هي المنطقه دي. او ممكن بقى تقدم بقى الكلام في بي دي اف لطيف ظريف، تعمل خريطه الووتر كواليتي اندكس ازاي بقى؟ هتعمل راستر، هتعمل انتربوليشن عادي، فادي سبيشال اناليست تول، ادي الانتربوليشن اي دي دبليو، انت هتاخد البوينتس بتاعتك من الشيب فايل بتاع الجيزه تمام. بعد كده بقى الزد فيلد، الزد فيلد هو القيمه اللي احنا بننتربوليت عليها، فاحنا عايزين الووتر كواليتي اندكس، فهتختاري الووتر كواليتي اندكس وهي تحطه بقى الاوتبوت راستر بتاعك ده في اي حته، يعني خلينا نقيس اوتبوت وستيل سايز مش عارفه ايه والكلام ده اوكي اوكي طلع بقى الراستر. بصوا الراستر طبعا هو مش على قد امبابه كلها، هو حط البوردرز بتاعته الباوندريز بتاعته هي الاماكن اللي انت عملت فيها تيست بس، فطلع الراستر. فانت المفروض في من الليجند كده احسن مكان هو المكان اللي لونه يبدو ايه ان هو، لا احسن مكان بص في الليجند اعلى رقم هو 22 و25 المنطقه البيضاء اللي هي فيها ابيض وبينك وكده، فاللي هي المنطقه دي، فهي يعني احسن منطقه اللي هي دي. هو السؤال بيقول لك ايه احسن مكان فيه ووتر كواليتي في الجيزه؟ انت حر، هو اصلا انا الراستر ده اساسا دي يعني اضافه، انت بتقولي هي السؤال بيقول لك ايه احسن مكان، فانت ممكن جدا تقومي قايله ان هي شبكه 3 هو احسن مكان وخلاص من الجدول، هي اعلى قيمه، بس انا بقول لك البرزنتيشن للشغل ان انتوا تعرفوا تعملوا في خريطه للووتر كواليتي وتقولي ان الاريا دي هي افضل خريطه، وعايزه تعملي اكسترابوليشن اعملي اكسترابوليشن بالاي دي دبليو مفيش مشكله، يعني دي كلها افكار انتوا هتطبقوا على اللي انتوا عملتوه قبل كده يعني تمام. طيب بعد كده بقى في السؤالين الباقيين
ما فيهمش حاجه جديده يتقالوا. هو اول سؤال بيقول لك ايه الكريتيكال اريا اللي الاطفال فيها عندها نزلات معويه واسهال وحاجات كده، دوروا بقى على جوجل ايه الاليمنت اللي في الحاجات اللي عندنا دي بيسبب كده. هو السلفيت اصلا، هو السلفيت اه هو السلفيت. هتلاقي بس السلفيت يعني عشان تعرفوا تسيرشوا وما تحتسوش اكتبوا تي دي اس دايريا سلفيت دايريا يعني كده، عشان هتلاقوا كلام كتير. هتلاقوا ان السلفيت الحاجه الوحيده اللي بتسبب كده للاطفال بس كمان، يعني ما بتعملش كده للكبار. الكبار معدتهم بتتعود على نسبه السلفيت اللي بياخدوها كل يوم وخلاص، اما الاطفال لا. فخلاص انت هتشوف اعلى مكان فيه سلفيت هو ده وخلاص، ولا السلكت ولا هو اصلا هيبقى مكان واحد يعني. هو اه الاماكن اللي فيها السلفيت معديه البريمسبل ليميت هي الاماكن دي اللي فيها مشاكل، وبرده ممكن تعبر عن ده في خريطه وتعمل بقى انتربوليشن للسلفيت وتقول المنطقه دي فيها السلفيت فايز، فيبقى هي المنطقه دي اللي ممكن الاطفال فيها تكون عندها امراض. ثالث واحده بيقول لك ايه المكان اللي ممكن يكون فيه جراوند ووتر. ايه ده كويس والله، عارفين معلومات اهو شاطرين. انا اصلا مش اعرف والله ده، انا يعني انا قلت هو اللي انا لما دورت لقيت ان القلويه بتاعه الميه يعني غالبا الميه الجوفيه ممكن تبقى البي اتش بتاعها اكبر من 7، ففي واحده اكبر من 8. بس لما قلت كده الدكتوره هدى قالت لي اه صح وكل حاجه، بس التي دي اس هو برضو ممكن يعبر لك ان في ميه جوفيه. هما حاجتين، الالكالينيتي او البي اتش تبقى اكبر من 7 او التي دي اس، تمام. وبرضه انت ممكن تدور على جوجل تلاقي حاجات جديده. المهم ان انت جود بقى في الحته دي واكتب كده واعمل اللي انتوا عايزينه. واخر واحده بقى بيقول لك الجي اي اس ساعدك ولا ما ساعدكش في الحاجات دي. طبعا ساعدني جدا. اه في المحاضره السؤال ده اجابته ايه بقى؟ السؤال ده لو انت فتحت محاضره الدكتوره هدى يعني اساسا هي قايله لك المفروض هو بيساعدك في ايه؟ يعني هو بيقول لك الكابابيلتيز بتاعته انه في الكويري يعني هو اللي انت كل اللي انت قلته ده هو كويري، ان انت تدخل تقول بي اتش اصغر من كذا اختار لي الحبه دول وحط لي عليهم قيمه معينه، وبعد كده اختار لي فوقهم بقى حاجه ثانيه. فمثلا دي يعني انتوا المفروض تنقلوا العناوين في السلايدز هنا الكويري وتقول اختار طبقت في كذا وكذا. مثلا الماب كالكوليتر، لو انت برضو كان ممكن نعمل الكلام ده بماب كالكوليتر، ان لما مثلا السلفيت يبقى اقل من 100 اكتر من 100 خليه بواحد، يبقى كده الحته دي ساقطه في السلفيت مثلا، وهكذا. بس كده حد عنده اي سؤال؟